صباح النور إخواني أخواتي المشاهدين قناة تربية الغالون في إسبانيا. إن شاء الله بإذن الله صباح الحال بتعد الأخ ديري فضل، ودابا راه تبارك الله 6:30 إن شاء الله غادي نشدوا طريق السلامة إن شاء الله بإذن الله المغرب بلد الحبيب إن شاء الله بإذن الله. تابعوا معايا إخواني أخواتي المشاهدين، راني ديما ريت الطوموبيل باش تسخن. يا بسم الله الله الحمد لله صافي بقيت. يا رب الدعوة معانا. يا بسم الله يا رب السلامة يا رب. يا ربي بسم الله يعني توكلت. الحمد لله إخواني أخواتي المشاهدين، جاي في الطريق بسلام. وصلت واحد المكان اللي باقي ليا 220 كيلومتر الميناء ديال الخزيرات تبارك الله، ضربت 420 كيلومتر. باقي ليا الملاقة واحد شي حاجة قليلة، غرناطة فتا دابا شي 20 كيلومتر ولا 40 بحال هكاك. تعالوا معايا إن شاء الله نوصلوا بخير وعلى خير عاد وليدات. الحمد لله كل شيء فضل الله. ريحت في هذا المكان ديال الاستراحات، تغديت هنا كما تلاحظوا الرموكات هما بلاصين تيستراحوا. مكان جميل ما شاء الله. ريحت واحد الساعة تبارك الله ديال الاستراحة، تغديت شربت واحد القهوة واحد الكورتادو. إن شاء الله دابا غادي ندخل نشد لوطوروت عاوتاني الخزيرات اللي باقي ليا واحد 220 كيلومتر الميناء ديال الخزيرات، باش ان شاء الله نتمناهم الله يا ربي نسيكل الباطو ديال الخمسة. دابا راه الوحدة ونص اخوتي، باش ان شاء الله نمشي بنهار في الباطو وندخل ديك الساعة طنجة. كان ليا الوقت باش نشد اتجاه البلي ملال نمشي، ما كانش غادي نباتل تما في طنجة حتى الصباح بإذن الله، ونشد الطريق ثاني لبلي ملال. تنشكركم اخواني اخواتي المشاهدين على المتابعه. واحد النصيحه الخوت، الواحد ملي يبغي يمشي المغرب من الاحسن كاع ما يعلم العائله، حقاش غير تعلم العائله غادي يبقاو مشكلين، ومره مره تبقى يعيطوا ليك وانت التليفون ما غايسكتش عليك، وانت تكون سايق تقدر تبغي تجاوب ولا شي حاجه راكم عارفين الله يستر. ما تعلمش العائله حتى تبقى لك شي 200 كيلومتر تدخل المغرب، تبقى لك شي 200 كيلومتر للدار، وديك الساعه علمهم قول لهم راني واحد ساعتين ولا كوك ان شاء الله راني غادي نوصل للدار. بعد يلاه هذيك الساعتين يلاه يتشوقوا فيها، اما واحد اليومين ديال باش يبقى يتسناو فيك راه صعيب. اخو الدراري الصغار والوالدين والام راه تشدوا راسها الصراحه، تتخاف على الاولاد راكم عارفين الطريق بعيده. دعوا معايا اخوتي الله يسر لكم كاع كاملين، الله يسهل عليكم في الوريقات ان شاء الله باذن الله. وديما خوتي الكونتاك ملي تبغي تنزل من الطوموبيل، الكونتاك ديال الطوموبيل ديرو ما تفرطش فيه، كونتاك ديال الطوموبيل والوراق واحد الموتشيله هذه صغيوره ما تفرطش فيهم. حقاش اخوتي هذا الكونتاك كان جرات لي واحد المره في 2008، كنت غادي للمغرب وتركت الباسيطي عند واحد السيد وراني الفيلاج وانا ندخل لذاك الفيلاج، قال لي تسناني في واحد الفيلاج. ملي تسنيت فيه داك الفيلاج انا مشيت حدا واحد البومبا بلاصيت فيها، وقلت نمشي نتقهوى في القهوه. ما خرجت تصورت على الساروت، بقى لي الساروت هنا بالحوايج وكلش. ديما دروك انا مثلا مفرطش في الساروت، ديما تنهزو معايا وبس السكور تا هو دايرو في هاد الموتيل هادي في هاد الشقيره. الساروت الاخر تا هو دايرو هنايا، عندي جوج سوار ديال الطوموبيل الحمد لله، واحد تنديرو في جيبي واحد في هاد الموتشيله. الا نسيت هذا في الطوموبيل مع ديما الموتشيله تنهزها معايا، حقاش تقدر تبرك تصور الطوموبيل.
تبرك على هادي ولا تزرع ولا شي حاجه تبرك على شي ما تعرف تتسورت. والله الا تسورتت عليا انا بقينا دابا ديك النهار انا وداك الدري تنضاربوا معاها وكنت انا زربان المغرب صدقت مريح فيها يومين تفكينا جنا واحد الميكانيك فكيناها باش ثاني يسرنا والحمد لله. الواحد صراحه راه من تيبغي يمشي اخواني المشاهدين الواحد من اللي تيبغي يمشي الراس تيولي مشغول الدماغ تيتشغل ليه الدماغ بزاف تبارك الله تيشري هادي هادي محاش غادي نوصل الراس تيتشغل الدماغ ما تيكفاكش لهاد الافكار ديال الطريق وباش تشري الكاطواس وانت غتمشي بزاف صراحه لابد ما تنسى شي حاجه لابد. شو سبحان الله العظيم هاد 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 لا فيزيت ديال الطوموبيل انا وادوزتها هادي ديدي وادوزتها ما عرفتش شهر وهاديك راه كنت حاطه غير في هاد الكابيطه كنت حاطه هنايا اتلات الصباح هادي بالشتا وكنت على بون تنهز هادوك التيكيتات بحال هكايا ولا شي حاجه تنلوحهم كانت هي محطوطه مع هاد الشيء هذا في الكويبيطه. انا كنت بغا نحط واحد الكرتونه هنا بغا نحط هادي من داك الباب اتبانت لي هذيك اللي بالخضر ديال 2022 باقه وقريبه توفي توفى باقه لي واحد 6 ايام كلحتها هذه اللي كانت هنا كلحتها غادي تبقى لي هذيك الوافيه وانا غادي للمغرب وراكم عارفين ضروري خاص دوك الشيء يكون مريقل الله يحضر العقل اخوتي الصراحه الناس تبغى تمشي شي 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 لا سافرا ولا شنو البلاد عندك تكون غايب الدماغ ديالك تيتشارجا تتشارجا بهادي هادي الافكار وكوا تقدر تولي تنسى سبحان الله هذا تولي تنسى. الحمد لله اخواني اخواتي المشاهدين من خزيرات ما شاء الله وصلنا للبلاد بسلام ايوا الحمد لله. عرفت شو مسموح لنا تسجال ولا لا تنسجل غير على الله ان شاء الله الحمد لله. جاتني في شكل ما باقي ما ولفتش تسجال بحال هكايا وسط الناس غندير لكم واحد الصوره الميناء ديال الخزيرات انا هو الثاني ما شاء الله. هذيك البلاصه راه من تيدوزو من اللي هي دوك صحاب الراجلين اللي ما تيجيوش بها السيارات في الطوموبيل تيدوزو من لهي تيدوزو من لهي وتيطلعو وتيمشيو يركبو في الباطواس دوك صحاب الراجلين. ايوا الحمد لله هادي هو الباطو اللي غادي نركبو فيه طان خير طانجا افريكا ماروكو لينك هذا هو الباطو ما شاء الله تنتسناو دابا ربما غادي بلاصي لهيه وخا قال لي راه هذا ما عرفتش واش هو ولا الله اعلم. ايوا نتمنوا خير ان شاء الله تعاونوا معنا اخواني اخواتي المشاهدين تلاقاو في المغرب ان شاء الله باذن الله. هذه هي الباريخه هي هذه الباطو كيفاش الهيكل نتاعو في مقهى في كل شيء موجدينه الحمد لله. واو شحال عالي اخوت امر الله هذا اخوت الله في الكراسة في كل شيء الله يسهل على اي واحد تيتمنى مسكين يشد وريقاته ويمشي عند والديه وعند حبابه الله يسهل عليه. هذه 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 الفاروره هذه تشعلو بالليل هذه العلم ما شاء الله ماروكو ستار
لي زو ديال الانقاذ كيفاش هودوها، شي مجهز ما شاء الله العلم، العمال تبارك الله تيتغداو مساكن. ممنوع يدوز، شوف من تيجيو تاني مساكن، الناس اللي جايين على رجليهم تيجيو تيدخلوا من هنا، شي خطر تيخلع اخو. من الداخل تاعو تتواجد من الداخل، كبير تبارك الله. مقهى، هذه مقهى الحانوت. الحمد لله، الحمد لله اخواني اخواتي المشاهدين، دابا راه غادي ما شاء الله خارج من طنجة. تبارك الله اللي عجبني لوطوروت، عجبتني لوطوروت ديال المغرب الحبيب ما شاء الله، مرايه تبارك الله كما تلاحظوا لوطوروت جميله ما شاء الله في المغرب، سابل مرايه. الحمد لله انا ما خرجت بكري من طنجه، نعست تما ارتاحيت مزيان حتى 8 حتى بانت الشمس وخرجت، بقاش ملي كنت جاي دابا بانوا لي واحد جوج كلاب داخلين لوطوروس فرانيت عليهم، راه هذا هو الديفو لي كاين ديال الكلاب الضالة تيدخلو لوطوروس، جاي بالسرعة ديال 110 كيلومتر في الساعة كيما تلاحظو، راه 110 باش نسير، لحقاش خاصك متفوتش 120 كيلومتر في الساعة، وبانوا لي كلاب جوج، واحد قهوي واحد ابيض. ما دايرينش ليهم دوك السياج على حساب لوطوروت، ما كاينين السياج باش ما يدخلوش الحيوانات، ونتمنوا الله ان شاء الله يديروهم بشويه بشويه ان شاء الله تيقادو هاد لوطوروت. هما لوطوروت تبارك الله زوينه تبارك الله خوتي، لوطوروت سامبل زوينه ديال المغرب هاد لوطوروت. الحمد لله ان شاء الله ما غادي نوصل تل وحده تلجوج ما شاء الله، تلجوج ان شاء الله. الحمد لله اخواني اخواتي المشاهدين، الدخله ديال دار ولاد زيدوح الفيلاج اللي فين ترعرعت فيه، غادي ندوز فوق القنطره ديال واد مربيع ما شاء الله. الحمد لله وصلنا بسلام وعلى بخير وعلى خير. هذه قنطره ديال واد مربيع
يا بسم الله يا فتاح يا رزاق، الحمد لله يا رب، يسترنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب. ما شاء الله ما شاء الله، هذه يا دار ولاد زيدوح. إخواني أخواتي المشاهدين، مدة ديال 4 سنين ضاربين عليها 3000 ما شاء الله. دار ولاد زيدوح راه زوينة الخوت، وصلت مع غروب الشمس. قعدت السي عبد الكريم، زيدوح شيء لاو رجال البلاد. القشلة الفضلة، شفت القشلة؟ هاي غنحيي السلطة الساعة اللي تبرزت لي. شفت القشلة الفضل؟ الله سبحان الله، دار ولاد زيدوح توحشنا يا صاحبي. الله ها رشيد دباكو، ها أي 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 شفت البلاد، ها الكشكوش، ها تبارك الله الكشكوش ساد عزيز علينا الكشكوش. راجل مزيان الحمد لله، وصلنا بخير وعلى خير. هالمولود ديال الفضلة مولودي، ها ولدي سعدة. هي 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 اولادي، ها الحمد لله. ها بنتي سندوس، ها امين بارك الله. ها جاب بنتي سندوس، هاي دير هذي ساكتة ساكتة مساكتة ساكتة ساكتة. اهلا وسهلا بك اخويا، اهلا وسهلا بك على خير. ايوا الحمد لله الحمد لله وليدي الله. سمح الله الكر يا اخويا لاباس. الله يسلمك. يا حال الغربة والله. الحمد لله الحمد لله يا تنزل بخير ولا خير. لا لا يا اختي سعيد الله يسلمك. بسم الله الحمد لله. انا زين كده يا اختي الباب مرحبا. هو جاي بنتي صندوق. ايوه فيصل
تبارك الله تتفاجئوا امير. الحمد لله. اهلا اختي رانيا. اهلا كثير من الصحه. لاباس عليك هانيه؟ الحمد لله. اي مريم كثير اختي لاباس. تبارك الله تبارك الله الحمد لله. وعليكم السلام. كدير خالي الحسين؟ الله يسلمك. على سلامتك بزاف. على سلامتك. على سلامتك. على سلامتك. على سلامتك. كدير اخويا لاباس؟ كدير اخويا لاباس؟ كدير اخويا لاباس؟ على سلامتك اولادي. على سلامتك اخويا. الحمد لله. غندير هذه هي حال الغربه. الله يخليكم. على سلامتك. على سلامتك. لاباس عليك كدير مع صح؟ لا اله الا الله.